بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، صحة وسلامة وعافية. اليوم بشرح لكم إن شاء الله جميع وضعيات الفيشة البون، الذي هي عظام الوجه، وكم لديه وضعيات، وكيف تطلع لك صورة الأشعة السينية بعد الالتقاط. فأولا لو سمحت لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد، لو سمحت فضلا وليس أمرا. فمعنا وضعيات الفيشة البون الذي هي عظام الوجه. الوضعية الأولى الذي هي بستريور أنتريور 15 درجة. شوف كيف هذه 15 درجة وضعية المريض بستريور أنتريور. شوف كيف الوضعية، كيف التب اتجاه الرأس في هذا الشكل. هذه الوضعية الأولى للفيشة البول لعظام الوجه بستريور أنتريور 15 درجة. فتطلع صورة الأشعة للفيشة البون في هذا الشكل. هذه الوضعية الأولى الذي هي بستريور أنتريور، هذه صورة الأشعة الأولى. ومعانا الوضعية الثانية الذي هي فيشل بون بستريور أنتريور كمان 30 درجة. هنا 15 درجة، شوف كيف وكيف التيب هنا، وهنا 30 درجة. شوف كيف المريض وكيف التيب كمان في هذه الوضعية الذي 30 درجة. هذه الوضعية 30 درجة بستريور أنتريور، نفس هناك بستريور أنتريور. فطلع لك صورة الأشعة في فيشل بون بستريور أنتريور 30 درجة، أطلع لك في هذا الشكل. شوف هنا في الأولى اللي 15 درجة كيف طلع لك صورة الأشعة في هذا الشكل، لكن في 30 درجة بطلع لك صورة الأشعة في هذا الشكل توق. ومعنا الوضعية الثالثة الذي هي اللاترال فيشل بون لاترال جانبية للوجه. شوف كيف وضعية المريض، المريض واقف في الوضعية الجانبية، المريض واقف والرأس حقه في الوضعية الجانبية. شوف في هذا الشكل، هذه وضعية الفيشل بون لاترال. شوف كيف المريض واقف، فطلع صورة الأشعة للفيشل بون اللاترال في هذا الشكل. فيشل بون لاترال عظام الوجه جانبية. إذا معنا ثلاث وضعيات للفيشل بون لعظام الوجه، الذي هي اللاترال، ومعنا الذي هي فيشل بون بستريور انتريور 30 درجة، ومعنا الفيشل بون بستريور انتريور 15 درجة. هذه الثلاث الوضعيات للفيشل بون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.